تالي وصلنا لمحطتنا الاجتماعية والنفسية اللي رح نحكي فيها عن مشكلة بيعاني منها الأهل كتير، وهي كيفية التعامل مع أبنائهم، وخصوصا أحد أصعب المشاكل واللي بتترك أثر على شخصيتهم عند الكبر، وهي الغيرة بين المراهقين. رح نتعرف على أجوبة وعلى كتير من الأسئلة اللي الأهل عم يطرحوها عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية والاجتماعية مروة منذر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا هلا فيكي. هلا فيكم. يسعد صباحك مروة. بالبداية خلينا نحكي عن الغيرة بشكل عام، هي صارت متواجدة بحياتنا بشكل كتير كبير، وخاصة دائما الأزمات بتلعب دور والتفاوت بيلعب دور، ولكن دائما خلينا نقول التربية الخصبة أو التربية اللي مثلا الأهل بيسعوا ليربوا عليها الولد، فممكن تحد من هذا المرض اللي ممكن يكون مسمي. خلينا نحكي بالبداية نتعرف على مظاهر الغيرة بشكل عام وخاصة عند المراهقين. يسعد صباحك أول شيء. هلق للغير مظاهر كثير، ولكل شخص عنده طريقة خاصة ليعبر فيها عن غيرته. بالبداية فينا نقول أنه الغيرة بتظهر على شكل غضب عند بعض المراهقين، بتظهر على شكل سب وشتائم ومحاولة إيذاء الشخص اللي بيغار هو منه، وممكن الاعتداء الجسدي على هذا الشخص. هذا الغضب ناتج عن شعور المراهق بالفشل أو النقص أمام زملائه أو أحد أقاربه أو ممكن أحد أفراد الأسرة. كمان ممكن الميل للصمت، نلاقيه منطوي على نفسه، مكتئب، ما بحب يختلط مع الآخرين، نتيجة كمان شعوره بهذا النقص. للغير أعراض جسمية ممكن تظهر على شكل صداع، شعور بالتعب، وممكن يدعي المرض لجذب اهتمام وانتباه الأهل والمحيطين فيه. كمان له أعراض نفسية مثل الألم والحزن النفسي، الاكتئاب، الانطواء، كلها بتدل على غيرة المراهق، ولازم ننتبه له أكثر ونعرف كيف رح نتعامل. أكيد مشان الأهل ينتبهوا لأولادهم بفترة المراهقة، هي فترة كتير مهمة. أكيد. مثل ما حكينا مروة، أسباب الغيرة بين المراهقين هي كتير، أو كتير. وبالأخص يعني نحن بنعرفها، يعني كنا بنعرفها، هي إما كانت بالمقارنة، إذا قارنتي بحدا تاني، إما رفقاته أو إخواته، أو إذا ميزتي مثلا هذا المراهق عن غيره، يعني كان مثلا هذاك دائما له مثلا اخوه مثلا الايجابيه والقصص والكلام الحلو، صح. او حتى بالصف، يعني أكيد. يعني التمييز يعني بين ما المعلمين وقت يميزوا بين الطلاب، كمان هي القصه كمان بتشكل غيره عند المراهقين. واخر شيء عندنا كمان اسباب الغيره مثل ما حكينا المراهق، ان التعب حيصير عند المراهق. خلينا نحكي عن قصه. هلق بالبداية الوالدين هن الأساس بالمعاملة مع المراهق، وهن كثير أحيان بيكون هن سبب بغيرته. السبب الأول هو أنه عدم المساواة بينه وبين أخوته. ممكن أحد الأفراد الأسرة عنده صفات إيجابية غير عن أخوته، فالأهل ببالغوا بامتداحه وكل الاهتمام دائما موجه له، لهيك بثير غيرة لأخوته الباقيين. كمان سوء المعاملة مع المراهق، شعاره بأنه مهمل ومنبوذ داخل الأسرة، بيقلل من قيمته لنفسه، وبيخليه يشعر بالغيرة من أي شخص بيلاقي اهتمام سواء من الأهل أو من المحيطين. كمان شعور المراهق بالنقص وعدم قدرته على التغلب على هذا النقص، ممكن تكون عنده إعاقة جسدية غير قادر على التغلب عليها. وممكن كمان صورة الجسد كثير إلى دور بغيرة المراهق، دائما المراهق بيهتم بشكله، ممكن يكون عنده سمنة زائدة، ممكن نحافي زائدة أو ممكن طول بثور بالوجه. كمان البثور بالوجه خاصة عند الإناث كتير. كثير بتعمل مشكلة وغيرة، بتطلع أنه هي دائما تبحث عن الجمال اللي بتشوفه بالمسلسلات بالصور، دائما تبحث عن الكمال، هو غير موجود. أكيد لازم نتقبل نحن عيوبنا قبل حسناتنا ونحب نعرف نفسنا. إنه بالتأكيد هون هنن فوتوشوب كمان. أكيد. يعني ما هنن بيحيد البشرة. مروة، يمكن ذكرتي نقطة كتير مهمة، إنه الأهل لهم دور كتير كبير أكيد. لبث الثقة بالنفس
لو كانت بالضبط. الأنثى في عم بتعاني من حب شباب بفترة المراهقة، لو الصبي ما عم يطول مثل رفقاته، ما عم يكون جسمه مثل رفقاته، قديش مهم الأهل يكونوا يعني خلينا نقول هنن الأمان لهذا الشاب أو الشابة، ويعطون الثقة بالنفس رغم المشكلة. بالضبط. هلق الأهل دائما يمكن ما بينتبهوا بقصد أو بدون قصد بثيروا هي الغيرة عند أبنائهم، بيمتدحوا الصفات الإيجابية قدامهم كثير، يعني أنه شو حلوي مثلا رفيقتك، ممكن هي ما تنتبه أنه هي عم تثير غيري عند بنتها أو ابنها، أنه شو هالشخصية هي على رفيقك، أنه كثير علامات طالع أكثر منك. العلامات هي بشكل ثاني تماما. التحصيل الدراسي دائما الأهل قبل ما يسألوا الابن انه قد ايه جبت، شو جاب رفيقك، شو جاب ابن عمك، شو جاب يعني القريب، دائما انه لازم هو يجيب اكثر، ما بهم العلامه قد ما بهم ان يكون جايب اكثر من الزملاء. لهيك دائما هو انه بس يلاقي حدا تحصيله الدراسي اعلى منه كمان يعني بيخلقوا الغيري خلقه عند الابن. اكيد خلينا نحكي مثل ما قلنا انه الثقه بالنفس قد ايه بتاثر المراهقة على تأسيس شخصيته للمراهق بشكل صح. كيف ممكن الأهل يعززوها عند المراهق، وإمتى بيستدعي استشارة طبيب إنه ياخدوا ابنه لعند طبيب كمان؟ هذا الشيء مهم. هلق على الأهل لازم ينموا ثقة أبنائهم بنفسهم أول شيء من خلال عدم المقارنة بينه وبين أي حدا ثاني، دائما يبرزوا نقاط القوة بشخصيته ويمتدحوها أمامه أمام الآخرين، يسلطوا الضوء على اهتماماته وشو هو بيحب وشو هو بيكره، دائما يحطوه بالأنشطة اللي هو حاببها، يعرفوا ميوله واتجاهاته هو وين بيلاقي نفسه، يحطوه بهاي الأنشطة ليفرغ الطاقة والشحنات السلبية ويخلق بدالة طاقة إيجابية لنفسه، يعزز ثقته بنفسه ويعزز ثقته بالآخرين. نحاول نخليه يشترك بأنشطة جماعية، العمل الجماعي دائما بيعزز الثقة بالنفس وبيخلي الإنسان يوثق بالجماعة وبنفسه، ويثق بالجماعة توثق فيه كمان. كمان ممكن من خلال اللعب نعزز ثقة الأبناء بنفسهم، نعطيه أدوار قيادية بألعاب لو كانت بسيطة، بتخليه هو يمارس الدور الإيجابي، كمان كثير إلى دور لتخفيض الغيرة وكثير أمور ومشاكل ثانية كمان. تمام مروى، أغلب الغيرة بتكون داخلية ما بتظهر، ويمكن بعد التراكمات ممكن تصبح هيك مرض، بتصير أصعب. أكيد تماما، ممكن تصير بعد التراكمات بتتحول لمرض وبتتحول لحالة عدوانية. أكيد أحيانا الشخص تجاه أهله اللي هن نفسهم أهله، أحيانا تجاه الآخرين. هون بهيدي الحالة كيف فينا نسيطر على هذا الموضوع؟ كيف فينا، كيف الأهل لازم يعني يقدروا يساعدوا اللي عندهم بهذا الموضوع ويلجأوا لطبيب؟ هلق على الأهل إذا لاقوا في غيرة عند أبنائهم، أول شيء ما يبالغوا كثير باهتمام بموضوع الغيرة نفسه، وما يوصفوه بصفات الغيرة، يعني أنه أنت غيور أنت عم تغار، لا لازم نبتعد تماما. هن لاقوا هيك في غيرة، لازم يعني الواجب الأساسي على الأهل أنهم ياخذوا الإجراءات أنه يخفضوا المواقف اللي بتثير الغيرة عنده. مثلا لقوا انه عبي غار، اذا امتدحوا حدا قدامه ما يمتدحوا كثير الاخرين امامه، او انه يعني انه انت هيك، يمتدحوا مواقفه بالاضافة لمواقف الاخرين، انه يعني يجيبوا الايجابيات لإله مثل ما عم يجيبوا ايجابيات اي شخص ثاني، منشان يحس انه عم ينال اهتمامهم مثل ما هذا الشخص عم ينال اهتمامه. صحيح. اكيد. خلينا نحكي كمان عن قصه كثير مهمه، يمكن هو هذا الشخص او هذا المراهق ما بيغار، يمكن رفقاته هن اللي بيغاروا منه، انه مثلا حياته هي بتكون مثلا احسن منه، مثلا تحصيله الدراسي اعلى او كثير من الاشياء الثانيه. خلينا نحكي طيب كيف ممكن نتخلص من غيره الاصدقاء؟ هلق غيرة الأصدقاء، يعني الأصدقاء الحقيقيين ما بيغاروا، فينا نقول الرفاق الزملاء ممكن. دائما الشخص الناجح بيلاقي كثير أشخاص عم يحاربوه سواء بالعلن أو بالخفا. قد ضروري نحن نختار الأصدقاء الصح
او قد ايه في مواقف بتبين الصديق الحقيقي من تمام. الصديق الزائف. على الاهل تنبيه الابن، اكيد الاهل دائما بيعرفوا الصديق الحقيقي من الصديق الزائف. قد ايه لازم نحن طيب يعني هذا الشخص اللي بيغار منه، رفيقه اللي بالمدرسه بيغار منه، كيف ممكن الاهل يتصرفوا معه؟ يقطعوا العلاقه ولا برايك لازم يصير في بينهم تآلف وانسجام؟ هلا في علاقات صعب نحن نقطعها، اذا زميلك بالمدرسه صعب انت تقطع العلاقه فيه، بس فيكي تحددي العلاقه، مثلا ما تعطيه خصوصياتك، ما تعطيه مجال ليتدخل بحياتك ليدمرك. هلا في كثير اشخاص هن مصاصين الطاقه فينا نسميهم بوجه صديق، بيحاولوا يحطموا ويدمروا بالانسان وهو ما بيعرف، يعني بينصحوكي نصيحه معلنه ولكن هي محاوله للايقاع بشخصيتك وتدميرك. لهيك لازم ننتبه على الصديق الحقيقي من الصديق الزائف. يعني الاهل يعطوا لابنه النصيحه، يفرقوا بين الصديق الحقيقي والصديق الزائف، وشو كمان الخطوه الثانيه اللي يتعاملوا معها؟ قد ايه ضروري نعلم ابننا يحب نفسه ويحب غيره ويتمنى الخير للناس مثل ما بيتمناه لنفسه. وفي عندنا شغله كمان انه اللي عنده صديق انه ممنوع رفيقه مثلا يتعرف على حدا غيره، حب يعني التملك هذه غير الغيري، حب التملك بالضبط. دائما الواجب الاساسي على الاهل بالدرجه الاولى، وبعدين بيجي المعلمين المرشدين والمحيطين بالطفل. قد ايه ضروري نعلمه الحب الصادق، انه يتمنى الخير للغير مثل ما بيتمناه لنفسه. اكيد، وهي نابعه ايضا من التربيه الصحيحه والاهل والاصل. مثل ما ذكرتي بنضطر نتعامل مع اشخاص بحياتنا اليومية ما فينا نبعد عنهم، ولو صح لنا نبعد عنهم نحن أول حدا رح ننسحب. ولكن دائما الإنسان بشخصيته هو يكون الأقوى، خلينا نقول ويكون متصالح مع ذاته، ما يترك لأي شخص يأثر على شخصيته بالمرتبة الأولى. أكيد. بدي منك هيك نصائح لكل يلي عم بيتابعنا، للأهل أيضا ولجميع أيضا يعني اللي عم يعانوا من هيك قصص غيرة بسيطة بحياتهم. هلق نصيحتي نتقبل نفسنا. نعم. بحسناتنا بعيوبنا، نقارن بنفسنا بنفسنا من فترة كيف كنا قبل وكيف رح نصير. صحيح. بالمستقبل ما نقارن نفسنا بحدا، ما نسعى للكمال بأي شيء، نركز على نقاط القوة والإيجابية بشخصياتنا ونعمل على تعزيزها وتحفيزها والشغل عليها، وما أبدا ما نحط عيننا بعين حدا شو عنده وشو بيملك. دائما لكل شخص بيملك صفات وميزات بتميزه عن غيره، صح انت ممكن تفتقد لهي الصفة بس عندك صفات كثير افضل منها. صحيح. اكيد. متشكرك، متشكر طاقتك الحلوة ومعلوماتك القيمة. بنشوفك بحلقة قادمة. يعطيكم العافية. شكرا لك. شكرا لك.